الحقيقة جميع الزملاء اشتغلوا وطلعنا كمان مخرجات ابتدوا يشتغلوا عليها في جامعاتهم. لو في وقت حضرتك تسمح لنا بعضهم يقول ايه هي الأنشطة اللي هو اشتغل عليها خلال هذه الفترة وفقا للاستراتيجية. ألف مبروك لسيادتك ولينا ولمصر. احنا خلال أيام هنبدأ الدراسة في أول فرع دولي لجامعة حكومية. جامعة القاهرة الدولية إنجاز عظيم ضمن سلسلة إنجازات الدولة المصرية وتعزيز المكانة العلمية لجامعة القاهرة. نأمل إن شاء الله أن في الفترة الجاية مع حضراتكم نبقى داعمين لأن الفرع ده يبقى الحقيقة بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها إن شاء الله. نجحت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في إنشاء جامعة القاهرة الدولية لتكون أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية وتصبح حقيقة ملموسة بفتح أبوابها أمام الطلاب للمرة الأولى لبدء الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الحالي، لتساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى التعليم العالي في مصر وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل. جامعة دولية وهي مثال الحقيقة كلنا بنتشرف بيه في الجامعات الحكومية. وفي إطار التصور العام للبرامج الدولية المعتمدة على مفهوم مالتي ناشونال، فإن الفرع الدولي يتمتع بمرونة في المفهوم الدولي يمكنه من قبول أنماط دولية جديدة أو مستجدة بدون جمود. وتمتلك جامعة القاهرة الدولية إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية وتجمع بين نظام البرامج والكليات وتضم برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية والهيئات العالمية، وهو النمط الذي جاء متوافقاً في جانب كبير مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية ماكنزي. ونظراً لمكانة جامعة القاهرة وتوجهها نحو السيادة على نفسها، فإنها تحرص على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بالإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها فروع الجامعات الأجنبية. وتستهدف جامعة القاهرة الدولية الطلاب المحليين والدوليين للحصول على تعليم عالمي تنافسي بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد. وتضم جامعة القاهرة الدولية الآن 18 برنامجاً دراسياً بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة، وقد تم وضع حجر الأساس لجامعة القاهرة الدولية في أبريل من عام 2018 ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة والمواصفات والأكواد العالمية. وتتضمن العديد من المشروعات الأخرى، منها إنشاء مستشفيات عالمية، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط، وبصدد إنشاء 3 كليات
ذات تخصصات جديدة تواكب الثورة الصناعية الرابعة والخامسة. جامعة القاهرة الدولية إنجاز عظيم ضمن سلسلة إنجازات الدولة المصرية وتعزيز المكانة العلمية لجامعة القاهرة.